اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وتعددت الغزوات والسرايا بين المسلمين والمشركين، ومنها سرية رابغ في شوال في السنة الأولى من الهجرة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث في 60 راكباً من المهاجرين. هيا يا جند الله، هيا يا جند الله، هذا يومكم، هيا يا جند جند قريش واللات والعزة، علمنا أن محمداً قد بعث بعبيدة بن الحارث ليقاتلنا. يا عتبة بن غزوان، يشهد الله على إسلامنا وأننا خرجنا مع أبي سفيان لنصل إلى رسول الله. احذر يا مغداد أن ترمي بسهم على المسلمين. إذن ماذا سنفعل؟ ما أن نرى المسلمين قادمين حتى ننضم إليهم سريعاً. هيا. The preparation for the greatest battle of Badr began. It was the most and biggest battle ever mentioned in Quran. Et les préparatifs de la grande bataille de Badr commencèrent.
Elle était citée dans le Coran comme la plus grande bataille jamais existée. إلى هذا الحد بلغ محمد سحر القلوب وأخذ العقول وسيطر على النفوس. لا أدري إلى متى هذه المهزلة تستمر يا هند. لا بد من معركة فاصلة بيننا وبينه يا أبا سفيان. سنفعلها عما قريب وسنسحقهم تحت أرجلنا. عياش، هل نسينا رسول الله بعدما هاجر؟ ماذا تقول يا هشام؟ رسول الله لا ينسى أصحابه. كم اشتاقت نفسي لرؤية حبيبي محمد. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بعياش وهشام، قام هذا الصحابي الجليل بالمهمة. من أنت؟ ها؟ الوليد بن الوليد؟ نعم، فلقد أمر رسول الله بفك أسركما، فرسول الله لا ينسى أصحابه. يا حبيبي يا رسول الله، هيا بسرعة. انطلق الثلاثة متجهين إلى المدينة، وهكذا رسول الله لا ينسى أصحابه أبدا. انظر يا طلحة، إنه أبو سفيان يمر بالعير. يجب أن نخبر النبي. قال طلحة: لقد أخذوا أموالنا في مكة ويجب أن نستعيدها. لابد أن نخبر النبي بأن عير قريش رجعت من الشام. نحن أبناء الله وأحباؤه، وما جاء به محمد كذب وضلال. نعم يا أخي، وإن كانوا على حق فلما يصلون على قبلتنا؟ معك حق، فنحن شعب الله المختار. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، وذلك في منتصف شعبان وبعد مرور 16 شهرا من استقبال بيت المقدس في الصلاة، نزل جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليزف البشرى بالتوجه إلى جهة الكعبة. قال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكان ذلك التحول إيذانا بنهاية الشرك
وسقوط رايته، وأصبحت الكعبة قبلة للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد الغوث الغوث. أنقذوا أموالكم من محمد. يا معشر قريش، يا معشر قريش، صار الجميع وأسرعوا للإعداد لحرب المسلمين. حتى بلغ عدد الجيش المكي 1300، ومعهم 100 فارس بقيادة أبي جهل. هل ستخرج يا أبا لهب لمحاربة محمد؟ لن أخرج، فلقد استأجرت رجلاً يحارب عني. ماذا؟ وماذا لو انتصر محمد علينا؟ سيسحقه جيشنا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بخروج قريش لمنع عيرهم، فاستشار الناس، وهذا مثلنا الأعلى، فقد أرسى صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي للقائد. فقام أبو بكر وقال وأحسن، وقام عمر وقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو وقال امضي يا رسول الله لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. والله ولكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أجل يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس وقال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل. يا أبا صفوان، إنك سيد أهل الوادي، فلئن تخلفت رآك الناس وتخلفوا معك. أما إنك قد غلبتني يا أبا الحكم، فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. يا أم صفوان جهزيني. يا أبا صفوان
أوقد نسيت ما قاله لك سعد بن معاذ من أن محمداً قاتلك؟ لا، لم أنسى، والله ما كنت أنوي الخروج، ولكنني سأخرج وسوف أتوخى الحذر. ومن القصص النبوي الشريف هذه القصة. كاد العطش أن يقتلني. إن هذا الكلب يعاني من العطش، إنه يكاد يموت. ترى ماذا أستطيع أن أفعل لأسقي هذا الكلب؟ فشكر الله له فغفر له. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعصرات الجنة ودينا. وصلت رسالتك.